بحسب تقرير أصدرته مؤسسة أوكسفام البريطانية والمختصة بمكافحة الفقر، فإن ثروات أغنى 62 شخصاً في العالم تساوي ما يملكه النصف الأفقر من سكان العالم، أي ما يملكه 3 مليارات و500 مليون شخص. وبحسب أوكسفام فإن هذه المعادلة بين مجموعة الأثرياء والنصف الأفقر من العالم موجودة منذ سنوات، ولكن أعداد الأثرياء الذين تضمنتهم المقارنة ذاتها كانت 388 شخصا قبل 5 سنوات. فحين خسر نصف سكان العالم الأفقر تريليون دولار أو 41% من الثروة منذ عام 2010، جمع 62 شخصا من الأثرياء نصف تريليون دولار. وبحسب أوكسفام فإن ثروات هذه النخبة بدأت ترتفع تدريجيا منذ عام 2009، وقد توقعت أن يفوق ما يملكه 1% الأثرى في العالم ثروات الإنسانية بأكملها. وأوضحت المؤسسة أنها اعتمدت في تقريرها على بيانات من مصرف كريدي سويس في أكتوبر الماضي، وطالبت المنظمة قادة العالم في المنتدى الاقتصادي العالمي بالعمل على تقليص الفجوة الكبيرة في الأجور بين العمال وأرباب العمل، كما طالبت بالقضاء على الفرق في الأجور بين النساء والرجال. ودعت أوكسفام حكومات دول العالم لاتخاذ إجراءات لتخفيض أسعار الدواء وفرض ضرائب على الثروات، خاصة وربما الأهم بحسب أوكسفام القضاء على الملاذات الضريبية التي ساعدت الأغنياء على إخفاء 7 تريليونات و600 مليار دولار العام الماضي بعيدا عن قوانين الضريبة. سمر الماشطة، العربية.